السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله مساءكم بالخير والمسرات. أعزائي، وصلنا حوف المستقبل أي حوف الحنش، وهنا كما تشاهدون يتم تركيب العطارة رقم 3. العب العب عيابة قواك يا شيخ عبدو. هربوا من تحت العاطفة فلوتنا هذه، ملعبوا يا حلاوة. إلا قوة اسحبوا كذاك شوية. بس إذن كما تشاهدون هذه هي العقارة رقم 3، ورقم 2 برضو قديم طبقة كذا بهذا الشكل جاهزة، ولم يتبقى إلا الصبيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله صباحكم بالخير والمسرات. أعزائي، نحييكم من مسار حوف المستقبل. كما تشاهدون هنا يتم عمل أول عبارة. سعد الله صباحكم بالخير والمسرات. أعزائي، هنا في مغربة المحمي تم تركيب أول عبارة. كما تشاهدون هذه اللي حاملها البوكلين، آخر عبارة أنبوبية ستلتصق بأخواتها، ومن ثم يعتبر هذه أول عبارة. تم تركيب العبارة الأنبوبية وسيتم صبها اليوم بإذن الله تعالى. طبعا المشروع كبير، العمل عمل جبار. كما تشاهدون عدد العبارات الأنبوبية 15 عبارة، هذه أول عبارة بالنسبة لها. إذن تمت العملية بنجاح، وتم تركيب هذه العبارة، ولم يتبقى إلا الصبية. إن شاء الله اليوم سيتم الصبية. وهناك العبارة الثانية بالعمل، الدكاكة تدك مكان العبارات بعد البابور. هذا هناك منطقة العبارة الثانية. إذن عزيزي المشاهد، هنا مغربة المحمي يتم تركيب أول عبارة.
وهذا مشهد من مشاهد تركيب العبارات في مخلاف الجبجب وادي حميد. السلام عليكم، طبتم وطابت أوقاتكم أعزائي. هذه كما تشاهدون أول عبارة في حفل المستقبل، تم تركيب البيبات. وننتقل الآن إلى العبارة رقم 2، تم صبية القاعدة حقها كما تشاهد. هذه هي جاهزة القاعدة. وننتقل إلى العبارة رقم 3، الكائنة بعد مغربة المحمي كما تشاهدون. الآن هي هم في العمل في صبية القاعدة. عمل جبار ما شاء الله. هم الآن يقومون بصب القاعدة الأرضية. هذه هي العبارة رقم 3، الكائنة بعد مغربة المحمي. طبعا بعد دك بالدكاكة، هذه دك الأرضية جيدا، ثم انتقلوا إلى، وهذه تشاهدون الآن العبارات البيبات، يعني البيبات موجودة قد جاهزة هنا. من بعد ما يتم عمل الصبة هذه الأرضية، يتم تركيب البيبات في هذه العبارة الكائنة بعد مغربة المحمي، وهي العبارة رقم 3. عمل جبار ما شاء الله. بعده انتقلنا إلى جدار المرحومين عبد الله سنان وفاطمة حي عباس. تم اليوم عمل صبية هذه الجالات، يعني بمادة الأسمنت. إذن كما تشاهد عزيزي، هنا ثاني عبارة يتم الآن تجهيز الأرضية، وسيتم وضع الأنبوبيات، وسيتم عمل العبارات، وإلى الذي بعده إن شاء الله أسبوع بالكثير ونخرج من حميدة. السلام عليكم ورحمة الله، طبتم وطاب مقيلكم أعزائي. كما تشاهدون هنا في منطقة الجنز في حفل المستقبل، يتم البدء في حفرية العبارة رقم 4. طبعا صورنا لكم العبارة رقم 1 وإيش الأعمال فيها، والعبارة رقم 2 إيش وضعها، وإيش العبارة رقم 3 إيش وضعها، وهذه كما تشاهدون هي العبارة رقم 4 أمام أعينكم. يتم عمل هنا تحويلة للعبور، ومن ثم سيبدأ أي سيواصل في هذه الحفرية الذي تشاهدونها. هذه هي مكان العبارة رقم 4 في منطقة الجنز بالقرب من الوحدة الصحية، بعد المنعطف هذا الوحدة الصحية. استودعكم الله إلى مشهد آخر وفي أمان الله. طبعا صورنا لكم العبارة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وهنا ستكون العبارة رقم 5 هناك حيث ما الدكان. تحياتي لكم. طبعا صورنا لكم الأولى والثانية والثالثة والرابعة ومكان الخامسة، وهنا بالقرب من جسر سورة نشاهد بعض البيبات، بس لا أعلم أنها ستكون هنا عبارة أو يعني ديتش مكون من عبارات صغيرة. كما تشاهدون هذا هو جسر سورة هنا، ونكون خلصنا من حوف الحنش وندخل حميدة قريبا. إذن كما شاهدتم هذه هي أول عبارة بعد دكان أمين المغربة، وهنا العبارة الثانية أي رقم 2. إذن هذه العبارة رقم 2 تشوفوا الآن هم في العمل يصلحوا لها الصبيات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي، هنا أول عبارة. كما تشاهدون قد تم صب الجوانب حق هذه العبارة الأولى في حوف الحنش الذي هي في بعد دكان المغربة، أمين المغربة. وهناك العبارة رقم 2، الآن سنتجه إلى هناك ونصور لكم وضع العبارة رقم 2. طبعا هذه البيبات، طبعا هذه الانابيب، طبعا هذه جاهزه للتركيب. ينقصنا دعم من التجار. كان هناك حمله قبل اسبوعين دشنها الشيخ منصور المطحني بارك الله فيه، لكن كان الاقبال او كان التبرع او كان التجهيز او كان التجار ما سمعنا لهم صوت الا القليل منهم. بارك الله لمن ساهم ولمن دعم ولمن ناظر ولمن شجع ولمن ولمن والى اخره. هذه البيبات تحتاج إلى تركيب في حميدة، وهذه حميدة أمامكم الآن، يعني كلها نحن قبل الأمطار، قبل موسم الأمطار. الآن سيأتي الأمطار ونكشف السيول هناك، فلا بد من تركيب هذه الأنابيب أو البيبات قبل الأمطار. الأمطار قادمة، وعلى الجميع أن يعي، وعلى كل وصابي، أنت وصابي ادفع، أنت وصابي ساهم، أنت وصابي اعمل لك بصمة خير. هناك ناس من خارج وصاب مثل عيضة شرف الزهراني واحمد عبد المعطي واحمد اليمني وما الى ذلك مليان. اختنا بالمدينة المنورة سلام الله عليها، اختنا بالمدينة المنورة بارك الله فيها، مساهمة داعمة متابعة ليل ونهار لمشروع وصاب. اذا اين اخواننا بالمهجر؟ اين اخواننا بالمدينة، بمكة، بالطائف، بجدة، بكل مكان، بعنيزة، ببريدة، بكل مكان؟ اذا لم نسمع لهم صوت. اليوم 21/3/2022، جحانة يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.